sous le plaisir de voir les شكل بربري وهمجي لا ينتمي لا لدولة القانون ولا لدولة المؤسسات ولا فهمتي أهداف ثورة كرامة والحرية. هذه اليوم تم مطلب تقدم قدام محكمة الاستئناف. جاءوا قضاة في المحكمة تعهدوا للمحامين وللصحفيين أنهم انتظروا قليلا حتى يقع البت في هذا المطلب في محكمة الاستئناف، وإذا بهذه القوة الأمنية تتحدى الجميع وتعتدي على الصحفيين وتعتدي على المحامين وتختطف زياد الهاني في العملية اللي قام بها في البيرو بتاعه واللي هي جريمة، وهذا ما يصلحش يكون قضية تحقيق. نقولوا الزيه ما عادش خطية تحقيق، نشوف خدمة أخرى. هدايا جاته بطاقة إيداع مطوية عند أحد الأعوان من خارج المكتب ويمضي فيها، وبعد مدة من الزمن يقول زياد الهاني راني وقفتك. راهو القانون يقول اللي بطاقة الإيداع يصدرها هو، يحررها هو بحضور بكاتبته، بحضور المحامي، بحضور في المتهم زياد الهاني. مش تجيه من برا لانه عندي هاني شادو عندي، اخدموا اللازم وجيبوهولي. قضاة بن علي، قضاة التكاري، قضاة الدواس ما عملوا شيء. هذا وكيل الجمهوريه يزعزلوا الشعب، لازم تجي مسيرات كبيره الى المحكمه تعزل وكيل الجمهوريه هذايا، لانه ما عادش يمثل الشعب، ما عادش يمثل المجتمع. بحول الله ستربح المعركه في وجه هذا الاستبداد الجديد، في وجه الطرابلسيه الجدد، في وجه حزب النهضه، في وجه التكاري الجديد اللي هو هو نور الدين البحيري مش من عمه. هذا ما ثماش وزير عدل، ثم البحيري اللي هو يمارس في وزاره العدل. اليوم هذه المهزله والجريمه هذه يتوقف عليها قاضي التحقيق هذايا ويتعدى مجلس التاديب وما عادش. استاذ كهيئه الدفاع عن الاعلام زياد الهاني، شنو هي الخطوه باش تعمروها في اطار المقدمه؟ احنا سنشتكي قاضي التحقيق، سنشتكي قاضي التحقيق من اجل احتجاز شخص دون وجه قانوني. متى سيتم ذلك؟ وقتاش معناتها باش تقدموا بشكايه؟ وقتاش؟ ستكون من الغد، لانه اليوم قدمنا شكايه لعماده المحامين. نحن كهيئه دفاع عندنا جمله مقترحات، باش نعملوا اضراب، باش ندعو الهيكله تدعو الى اضراب عام، لانه تم اعتداء على حق الدفاع، هذا اعتداء على المحامين درجه اولى. واحد اثنين، قالوا اعتداء على حريه الصحافه واعتداء على استقلال القضاء، وهذا حق من حقوق شعبنا ولا يمكن ان نتراجع عنه ولا يمكن ان نتخلف عنه. مش ندعو هيكلنا ان تكون اضراب. واحد اثنين، مش ندعو الهيئه الوطنيه للمحامين ونقابه الصحفيين نعملوا تحرك مشترك نهار الاثنين، يكون فيه على الاقل مسيره الى جانب الاضراب، مسيره من باب بنات حتى القصبة للتنديد بالجريمه هذه والتنديد بالعمل العصاباتي هذا، لانه هذا مسار كان في عهد بن علي وقت خطفوا حمد همامي في 2002 من المحكمه.